هل يدخل في النهي عن طلب الإمارة أن لا يطلب الإمارة إمام المسجد أو مؤذنا لمسجد؟ هذا ما هو بإمارة لكنه مسؤولية، نوع من المسؤوليات. إذا كان الإنسان عنده استعداد للقيام بالإمامة وهو قصده الإمامة، ما هو قصده الدراهم، قصده العبادة، وإنما يأخذ الدراهم ليستعين بها على العبادة فلا بأس. ما إذا كان ما فيه أهلية لا يجوز، أو ما يتفرغ للإمامة وإنما يأخذ الراتب ويسرح ويمرح يمين وشمال وإجازات وخروج إلى البر وإلى كذا، هذا لا يجوز هذا الأمر. نعم، إذا كان بيلتزم ويجلس في المسجد عند المسجد ويحضر كل صلاة وعنده أهلية للقيام بالإمامة الله يعينه. أما إذا كان لا، إنما قصده الراتب ولا يهتم بالحضور ولا يروح يمين وشمال ويوكل أو يخلي الناس يتحرون وينتظرونه ويصلون على المضض، هذا حرام عليه. نعم.